الله يعين، الله يعينك والله العظيم يكسر خاطري اللي بالكويت وسيارته صالون. يعني صراحة من فترة طويلة ما سكت صالون، شوارع الكويت مكسر مكسرة مكسرة أنا أدري، بس الجيب شوي فرق كبير عن الصالون. مودي الوالدة وخذيت الصالون، قلت أنزل لها يعني، الله وكيلكم الشوارع قر 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 قر. اي والله صدق اللي يقول ما تعرف الشيء لين تجربه. شوارع الكويت يا جماعه ما تستحق الصالون ابدا. انا من اول ما احب سيارات الصالون، والحين حرام. لا الحين قاعد افكر بمنو، قاعد افكر شنو الجرأة اللي يشترون سيارات سبورت بالكويت، سياره سبورت وهذه الشوارع ما يصير. توقيته صح، توقيته صح قبل الفطور وصلني العصير هذا من شاكوماك. وشاكوماك مسوين عروض حق رمضان تحديدا، هذه بوكسات رمضان. البوكس هذا في 10 انواع من العصير ب6 دنانير بس، وهذا بوكس صغير يصير فيه 5 انواع او 5 بطول عصير ب3 دنانير وبس. توقيته صح، بارد ويسرسح. تذكر شاكوماكو عنده عصير اسمه شاكوماكو، وينه؟ مو ازرق كهو، هذا اسمه عصير شاكوماكو، هو من اشهر العصائر اللي موجود في شاكوماكو. وغير هالبوكسات عندهم هذا اللي هو لتر ونص، هذا تبي الصراحه اذا عندك مناسبه، عندك احد بيزورك، عندك شيء تبي كميه، هنفتح هذه بوكساتهم اللي تصير لتر ونص، سواء برتقال انواع، طبعا انواع العصير. هذا عصير شنو؟ عصير رقي، رقي كذي تعطيه كذي، هذا الحين حق الفطور بعد شوي. وهذا شاكوماكو، هذا قلت لكم اذا بتطلب من شاكوماكو ترى مميزهم حيل هذا العطر، اسمه شاكوماكو، اسم العطر شاكوماكو. شاكوماكو عنده 13 فرع بالكويت، يعني وين ما تلتفت يمكن تلقى فرع، غير انه موجود بطلبات، تقدر تطلب بطلبات وتقدر تطلب بالكول سنتر. عنده كول سنتر، هذا احط لكم رقمه بالصوره بعد شوي. الكول سنتر 24 ساعة، يعني لو تبي الفجر تدق عليه تقول له ابي باكر يوصلوا لي على الفطور، يوصلك على الفطور. في عطر داخل اسمع، عطر عوار قلب صج، ها شنو شنو ما ادري، عطر الحين قاعد تشرب من ساعه شنو؟ عوار قلب شنو؟ عصير؟ لا عطر، هذا عطر، شم ريحته؟ عصير عطر. ساره قولي عطر ولا عصير؟ شنو؟ شنو تحبين، عطر ولا عصير؟ عطر. شفت شلون ساره تقول. اسعد الله مساكم من شويخ، وتحديدا من شارع التمور اللي مشهور بالتمور او محلات التمور، وقدام واحد ما راح اقول من محلات التمور، بقول واحد من شركات التمور الكبيره بالكويت، لان شركه تمور البركه اللي وراي هذه يمكن محلها الاقدم والاكبر، لكن عندهم اكثر من 20 محل في مختلف مناطق الكويت. شركه تمور البركه هي تعتبر الاكبر. ليش؟ شركة تمور البركة متخصصة بالتمور من أيام ما كانت متخصصة بالنخل. تخيل، تعرفون شركة النخيل النسيجي أو شركة نخيل الخليج، شركة مشهورة ومتخصصة بالنخل في مزارع الكويت، في استيراد النخل النسيجي وغيره. بآخر التسعينات بدأوا أنهم ما شاء الله يبيعون من إنتاجهم، إنتاج مزارعهم. بعدها كبر الموضوع في 2004 ان بدت شركة تمور البركة اللي تبارك الرحمن كبرت وكبرت، واليوم صارت عندها 20 فرع على مستوى الكويت، وعندها أكبر مصنع، يمكن المصنع الوحيد بالكويت اللي يكون متخصص بالتمور. مصنع مو يعني مصنع له خطوط إنتاج كبس تمر وغيره. بأخذكم جولة داخل محل، بس قبل أدش أبيكم تعرفون أن كل اللي راح تشوفونه داخل هو من إنتاج مصنع تمور البركة. شركة تمور البركة تستورد التمر أو تأخذه سواء من الكويت أو تستورده من برا، من مختلف البلدان، من السعودية، من الجزائر، من الأردن، لأن في بعض التمور متخصصة مثلا في فلسطين، من مختلف بلدان العالم تستوردها خام من المزارع مباشرة. وبالمصنع دخل مرحلة التنظيف، دخل مرحلة الجريدنج أو الفئات، توزع على فئات
حسب اللون الاشقر، حسب اللون، حسب القشر، القشرة، حسب الحجم، ثم يتم مرحلة التعبئة على أكثر من شكل. تمور البركة مثل ما قلت لكم عندهم 20 فرع، هذا الفرع اللي يعتبر الرئيسي والأكبر واللي موجود في شارع التمور. أما تمور البركة معلبة على أكثر من شكل، يمكن المكبوس بالشكل هذا مشهور ومعروف وموجود. عندهم الإخلاص، عندهم السكري بأكثر من فئة وأكثر من حجم. الأشهر يمكن من فئة الإخلاص عندك هذا اللي هو السبائك، في منه الحجم المتعارف عليه اللي يكون هذا كيلو، طبعا يجي بكراتين، وفي منه حجم يمكن نادر جدا مو موجود إلا هني، هذا الحجم 300 جرام. الفكرة منه أن تبطله مرة واحدة وتستخدمه، تبطله شديد، وترى على فكرة سهل أنك تفتح أنت وتستخدمه مرة واحدة عشان ما ينشف التمر. هذا في فئة سبائك وغيره من الفئات. عندك هنا حتى الإخلاص باللوز، هذا محشي باللوز هم بعد 300 جرام. عندهم من الأشياء المشهورة طبعا السكري، هذا النوع من السكري ويمكن من أكثر مبيعا الوقت الحالي برمضان. هذا السكري لو تلاحظون بالزعفران، لأن تمور البركة عندهم مصنع فيتفننون بالأمور هذه، سواء الحجم أو الفئات، لأن المصنع نفسه يحط فئات، فئة والله اللون الفلاني، فئة الحجم الفلاني. يعني مثلا عندك سبائك اللي أقل من درجة دبل في آي بي هم بعد ممتاز، فموجود كل الفئات وكل الأسعار بعد. يعني تلقى شغلات حيل سعرها رخيص، وعلى فكرة كل اللي قاعد تشوفونه هني بس تطلب من الكاشير تقول أبي سعر كميات، إذا أنت والله تبي مثلا أكثر من مثلا خلينا نقول من كرتون إلى 10 كراتين إلى 100 كرتون موجود، وأسعار كميات. بعض الفئات مثل عندك السكري بالزعفران، الخلاص باللوز، هذه مو موجودة بالكويت مكبوس هني بالكويت إلا هذه الأصناف اللي موجود هني تمور البركة. أما التمر اللي يسمونه التمر الناشف بأنواعه موجودة هنا، هذه التمور الناشفة اللي مشهورة جدا في تمور البركة من جميع الأنواع. يعني سواء عجوة، هذه عجوة عندك عجوة عضوية موجودة هنا في تمور البركة طبعا من تاج المدينة. عندك المجدول 1 2 3 4 5 6 7 أصناف، فلك أن تتخيل أن أحجام مختلفة أصناف مختلفة. يعني عندك هذا مثلا حجم اللي هو يعتبر السوبر جامبو كبير، وفي هذاك الحجم الأصغر، فجميع الفئات موجودة. وهذا يمكن يميز تمور البركة، التمور هذه الناشفة تأخذها على أكثر من شكل، ممكن تأخذها هني بالكيلو، وممكن أصلا تلقاها بالجمعيات معبأة كل هذه التعبئة من شغل مصنعهم أصلا، فممكن تأخذها بالأحجام هذه، وحتى هذه تكون أكثر من حجم. يعني عندك هذا 120 جرام أو 125 جرام، هذه عندك 400 جرام، في شيء مغلف تكون كل حبة مغلفة. عندك هذه الفئة لو تلاحظون موجودة هنا بالمحلات، موجود بالأونلاين، وموجودة ممكن تشوفونها بجميع جمعيات الكويت. هذا اللي يميز تمور بركة، أنهم يعبونها مثلا الصقع هنا السكري، يعبونها بهذه العلب اللي مناسبة والله مثلا تأخذها معك النادي وغيرها، غير اللي بالكيلو وغير المغلفة. ممكن تأخذ هذه الأنواع المميزة جدا والمشهورة هنا في تمور البركة اللي هي المحشية، لأن مصنع مثل ما قلت لكم هذا كله تمور محشية شغلهم هم، سواء بالرهش، سواء باللي يسمونه الورد مع الفستق، سواء المغلف بالكاكاو، بأنواعه موجود هني، هذا ترى شغلهم كله. حتى بعض الناس اللي يقول والله مثلا أبي من هذا وأبي أعبيه، ممكن جدا تروح لهذاك القسم. هذا القسم هني ممكن أنت تجيب فازة معينة أو بوكس معين يعبون لك إياه هناك ويغلفونه، أو شوف واستمتع بهذه البوكسات والفازات بأنواعها اللي ممكن تأخذها سواء تهديها أو غيرها. هذا على فكرة صدف من برا، الحبات لو تلاحظ داخل ممكن تكون مغلفة، كل حبة مغلفة، وممكن يكون بالشكل هذا. الأشكال والأنواع حتى اللي تحت الشغل مثل القرقيعان موجود جاهز، يعني هذا ترى قرقيعان منوع وموجود وجاهز، تاخذ البوكس كذي. كل هذا شغل تمور البركة. حتى في ما شاء الله عندهم امور صغيرة كذي، هذه مثلا. فالانواع هني واشكال كلها من التمور، سواء تمور محشية او تمور مو محشية، كل شيء موجود. او انك تجي هني وتغلف على على فكرة، هذا التمر اللي تشوفونه هو تمر سبائك اللي هناك صورتكم اياه، هذا يعتبر من أفضل فئات التمر هني، تمر الإخلاص، ينباع 300 جرام
او بكيلو او ممكن تاخذ منه كراتين. هذا صراحه خوش تمر، حبته حلوه كلون وكحجم، هذا صراحه لذيذ جدا اللي يكون باللوز. وهذا بالرهش، هذا يمكن الاكثر مبيعا هي عندهم، يصير فيه ورد وورد وفستق. هذا ترى على فكره خضري، وهذا منه نفسه مجدول، ففي تنوع كبير باللي تختاره. غير ان كل هذه الحشوات ممكن تنقل فيها، سواء تاخذها بالشكل هذا وتعبيها او تاخذها موجوده مغلفه، حتى اللي مغلف بالكاكاو تاخذها مغلفه كل حبه بروح. هنا عندك ما شاء الله هذه كل التمور تاخذها بالكيلو، هذا اللي هو الجالكسي، وهذاك اللي يسمونه المفتل او الملكي. كل انواع التمور موجود، العجوه، المجدول هني ما شاء الله. التمور الناشفه هذه غير الرطب اللي يكون داخل الفريزرات، طبعا من سكري ومجدول. هذا على فكره مجدول، عندهم فئه هني، فئه الجواهر وفئه الفي اي بي. هذا مجدول يكون رطب، لازم تحطه بالفريزر. عندهم هني طبعا حبيب الكل اللي هو السكري، هذا في منه اكثر من نوع، هذا سكري في اي بي، وهذا سكري اسمه سكري الفاخر. هذه كلها المنتجات عباره عن رطب موجوده وتكون مبرده، في منها هذا الحجم وفي منها هذا الحجم اللي مسوين عليه عرض الان. هذا الحجم المعروف اللي يكون 3 كيلو رطب سكري، 3 كيلو قبل سعره ب 3 دينار ونص. الكرتون الواحد هذا يكون الكرتون سعره 3 دينار ونص، حاليا دينارين و750، واذا خذيت 4 كراتين اقل من 10 دينار، تقريبا 9 دينار و995. ترى على فكره غير الخلاص وغير السكري والمجدول، عندهم هني البرحي، عندهم نيفيا، هني عندك برحي قلت لك، ام الدهن موجود، هذا بعد البرحي، هذا بعد عليه عرض اثنين مع بعض. العرض الحلو صراحه اشوفه اللي هو الرطب السكري، هذا اللي هو 3 كيلو، هذا هو السكري، هذا يكون 3 كيلو سعره قبل 3 دينار ونص، اليوم سعره دينارين و750، واذا خذيت 4 كراتين بيطلع لك تقريبا واحد بدينارين ونص، يعني ب 10 دينار تاخذ 4 كراتين 9 دينار و995. هذا طبعا تقدر تاخذه من الفرع هنا او حتى اونلاين، يعني تقدر تدش الرابط موجود تحت عندك، تاخذ الكميه اللي تبيها موجود من خلال الموقع ويوصلوا لك اياها. التمور الناشفه اللي هناك شفتوها تنباع هناك بالكيلو، تنباع مغلفه بالشكل هذا، او تنباع كل حبه مغلفه سواء محشيه عندك هذه بالرهش. هذا الحين قسم كله قسم المجدول، في اكثر من 7 حشوات مختلفه، وهذه يمكن ترى الاكثر مبيعا هني في تمور البركه، ويمكن تشوفونها بكل مكان. هذه حتى صراحه يعني حتى بعض الدواوين، حتى بعض الدوامات تلقى عندها هذه مغلفه وجاهزه، سواء محشيه لان كله شغل مصنعهم، او تمر بالشكل هذا مو يعني مغلف كل حبه بروح. فتمر البركه تتميز اصلا بان عندها مصنع، عندها فئات، عندها مغلف كل حبه بروح، كل شيء موجود هنا، حتى مغلف بالكاكاو. لاحظ هناك هذا مغلف بالكاكاو، مغلفين كل حبه لوحدها. عندك هذا القسم بعد اللي يعني ممكن تاخذ منه مغلف، ممكن لا هم يعبون لك. هذه كلها مكسرات او حلول القهوه بانواعه ومغلف مثل ما تشوفون. عندك هنا شغل غمر الدين وغيره، مثلا عندك المجففه اللي هو الفواكه المجففه موجوده هنا. عندهم هذا مثلا خبيصه، واحده من السويت كويتي، يكون بدون شكل، كلها نفسها بالتمر. فهذه تمر البركه، هذه انواع من العسل، عسل هم بعد تبعهم هم البركه موجوده هناك. هذه كثير من المنتجات تابعه لتمور البركه. اما القهوه موجوده هنا تنباع سواء بالكيلو وتحميصهم على سبيل المثال، عندك هناك المحمصه يحمصون اول باول، يقول دام جبنا طاري قهوه خلينا نصب القهوه. هذه القهوه عندهم اكثر من نوع قهوه يحمصونها هني، وبعضها يبيعونها هني. اللي عندك مثلا هذه يسمونها اكسترا خلطه، عندهم خلطه خاصه، وعندهم السوبر ما تنباع كذي محوجه، بس تنباع هم يسوي لك اياها بالكيلو وتستلمها من هني. فالقهوه عندهم اكثر من صنف واكثر من نوع، وكله تحميصهم هني. قهوة صراحة ممتازة جدا، وعلى فكرة من أجود أنواع القهوة. يقول هني ما يجيبون إلا التريبل إيه، اللي هو الأرابيكا التريبل إيه، هي اللي مستخدمة هني. فتمور البركة صدق إنها تمور البركة وكل شغلها تمر وكذي، لكن تميزوا جدا في شغلهم بالقهوة. في بوكسات جديدة توها نازلة مسوينها تمور البركة اسمها الشرقيات، عبارة عن مجاميع هم مجمعينها من الأكثر مبيعا. هذه ولاح تلاحظونها راح
يصدقونها في معظم جمعيات الكويت. اللي هناك صورته هذا هو مفتوح. هذا يا جماعة شكل مرتب، تغليف مرتب، وصراحة صراحة المذاق حيل مرتب. يعني هذه مزعذقتها، هذه جدا جدا لذيذة. هذا هذا للمجدون، وهذا للخضري اللي مغلف بالتمر. حتى الحشوات نفسها داخل مرتب، يعني هذا مغلف ومحشي. في كود خصم لو تمر هني الفرع او بالويب سايت، قول لهم كويت بنجر، تعطيهم الكود هذا راح يكون في خصم 10% على اي شيء موجود هني ما عليه خصم. يعني اي شيء ما عليه خصم تستخدم كود كويت بنجر راح يكون في 10% خصم. وفعلا صراحه جوده تبارك الرحمن. انا صراحه والله شريت.